الجمعة كنت مريضة، كانت مهرسة ليا الكروسة، كانت هرست ليا هاد الفران هذا، عاد مشي صايب سي محمد كانت هرست ليا من هاد الكروات ركب عليا المعلم وصافي، وانا هاديك الخشبة باش كنطلع وهانتوما معايا. تما راه صبرتي لشي غادي لبسها، راني غندير الكاليب جوز هنايا، هاد رينو ميسين حتى هي باش غادي نشربها. هاد المنزلة راه صعيبة بزاف. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى يا ربي تكون سمحوا لي نبقى نكحك عليكم في هذا الفيديو. المهم عرفتوا شنو، كنت طايحه محوطه مع الارض، ولكن قلت استنوا شويه عاد ندير معكم فيديو، حيت كنبقى نصور انا لي فيديو كنخليهم بحال هاد المناسبات ملي تنمرض ولا ما تكونش عندي حتى شي كانه كنحط لكم اختي لي فيديوهات القدام. المهم اختي شوفوا راه ما دايره والو لوجهي. بالنسبه لواحد الاخت، المهم قبل ما اختي قبل ما نعاود ليكم تحدث معاك وداكشي، هبطي اختي ديري كومونتير زوين، ولا ما كنتيش مشتركه في القناه ديري اشتراك لانه محتاجه لهاد القناه، بارطاجيها مع العائله ديالك، هادشي فضلا منك وليس امرا. وما تنسايش عفوا قوي لا ابا ما تنسايش اختي لايك واخا. المهم اختكم راه شنو نايضه ما دايره حتى شي حاجه لوجهي والو، بغيت نشارك معاكم. بالنسبة لواحد الأخت، كانت أخت فاتي 99 تيارة نفس الحالة ديالي، قالت لي باش عرفتي راه عندك ميكروب هو اللي خرج لك هذا الشيء. أختي راه مدوزة وما بقيتش نبغي نشارك معاكم داك الشيء. وشوفوا هو هذه كفكرة نعطيها لكم، ملي تيكون مثلا هذه الحبوبة هذه حمراء راه ماشي يعني كتكون هذيك فهمتوا، كتكون على حسب الدورة الشهرية ولا تكون على بحال زعما كديتي شي حاجة ولا هذا. اما ملي تيكون عندك ميكروب كيخرج كحل، شوفوا هانتوما كيخرج حبوب كحل وتيركز لك غير في البلايص وكيضر، فهمتوا؟ انا كيضرني كنحس بحال زعما فيا بحال شي حريق، وهذا كيخرج داك الحر ديالو تيخرج اي بلاصه كنقيسها كضرني. صافي انا ما عطاني حتى شي حاجه باش ندير، حيت ماشي اختصاصي ولا هذا. المهم انا كنشرب الدواء غير على مصارني حاليا لاني عندي فيهم هذا، ولكن دابا كندير اختي البوماده الصفراء. الا لاحظتوا راه كان نايض ليا حتى هنا، هما بداو كيمشيو هادو راه مشاو، راه بقى غير اللون يعني مبقاوش هانتوما. هادي مازال باقي لها الراس، وهادي لحدا نيفي. المهم راه دابا راه ما داهنا ما والو، حتى اختي حتى الاضاءه ما تستعاونش، حيت وجهي ديال اللي كيبان في المري ماشي هو ديال تما. اختي رانا وتليفوني الله يحفظها صافي، وكتقولي سعيده ما بقيتيش كتهلاي في راسك ما بقيتيش سعيده. هانتوما تا هادي اختي، هادي ديال العلامه راكم في اخباركم، تا هي كندير ليها البوماد اختي، تا هي اختي عرفتو الى ضو ضرب ان شاء الله. هانتوما شفتو حيت كنت حاطاكم لتحت، وشوفو هانتوما ها هو وجهي راه ما داهنا ما تيش حاجه، ما دايره تا شي حاجه اختي. باش نوريكم على طبيعته هانتوما اختي، ها اللي تبعات وتابعه ما عمرو طفرات، وكان وجهي زوين ما فيه حتى شي نقطه راكم عارفين اختي، تتمحن حتى هو. المهم يلاه معايا غادي تشوف راه المهم ما شريناش صراحه داك الصابون جا في اللي غنشارك معاكم، راه شريناهم والبارح جاب سي محمد جرب، ومع اختكم المرض داكشي حتى ريحه المرقه ما كنتش كنحمل نشمها. دابا جبت واحد 10 درهم ديال الكفته غادي نقادها في طاجين وغنوضص للمعان. المهم باش ما اختي ما نحسوش بداك الخمور اختي، يعني نعس براشي فما شاء الله. شوفوا على جو كيفاش داير، عرفتو كان مغمغمويه فاش بديت كنصور ويا دير داك سميجو انتوما. المهم راه ساعد اختي الشرج مساديه، راه وليت كنموت اختي تنخاف من البرد وراكم عارفين. سي محمد اختي اليوم حادك 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 مسكين، ما مخلي ليا حتى شي حاجه، انتوما غير كاس خلاص اللي كنشرب فيه وكنفطر فيه معايا القمح شنو وكل فيها صافي خاشية حالة وبرادي، يعني ما كاين لا مع المسخين لا حتى شي حاجه اختي. غادي ندوزو اختي نجيبو اختي الطاجين ديالنا، دورو معايا نجيبو الطاجين ديالنا
شوفوا راه هذيك ديال التصوير اختي راه مهرسه ما عرفتش الاخرى ما عرفتش فين مشيت. المهم القديمه اختي راه مهرسه وليت لكم كي هضرتي وبنتك كي مش عيب هانت شوف شوف اختي راه غنبدا نلبس غنبدا نلبس غير نص غير اوكي اختي زين ايوا صافي هي هي كلشي اختي كيضرني كلشي مشكيت عليكم اي حاجه قيسوني فيها كضرني الله يحفظ من هاد المنزل وصافي زعما ما عرفنا اختي كورونا واش هادشي والله ما عرفنا شنو هادشي ويلا بعدا نسيت خاصني بيضه باش اختي غادي نديرو خاصنا بيضه هكا شوف التصوير اختي انا اختي وزين الطبيعي تقول لي مشي التراجع ما تدوش هاس ما بغيت نشوف اختي خاصني نطلع المعنويات راسي ما نتسناش اختي شي وحده تقول لي راكي خايبه ولا هذا خاصني نقول راسي واخا مريضه وداك الشيء صافي دابا غادي اختي نتسنى سي محمد يجيب لي واحد البيضه وبعد غنبدا معاكم اختي الفيديو شوف ديك الروينه صافي اختي هي هي الوزاره ديالي نشوف وخليكم معايا شو واحد التليفون مسكين شاف زيت كلشي قبل هاد شكون تيرجع ليهم يا اختي الطاجين بحال هكا عرفتو البارح قبل والبارح ولا ما عرفتش فوقاش نط باش كنت كنغسل فيهم الفحم وما حتى عرفت الماء نط كنغسل فيهم و عرفتو لقيت بحال التلج وحق الله فوقيات وقفنا باش كنقول ويلي شنو هادشي كيف نسمح الحمد لله مقصور طيبت فيه صافي وعاد عاوتاني اكتشفت انه راه بدا فيه بحال داك الندى بحال داك الشيء المهم انا عيطت فري خليته ثاني نوريه لكم عاد غادي نشلو فهمتوا وما انا كيدير لي ريحه لا والو غير اختي داك البيوضي اشوف عرفتي شنو هاد البوطاج قرني اختي قرني دابا اختي غادي نجيبو هاد البصل دايره بحال دوك الوارات اللي تيكونوا كل واحد تيصوف فيه ها نتوما شوف راه مفروقه على قنت كل وحده على قنت غادي نحكها ياك اختي وغادي نحك معاها الثومه مع دابا مريضه انا يا اختي مريضه خاصني البصله والثومه اختي بزاف بزاف المهم غادي نشدو اختي هاد الحكاكه وغادي نحكم وغنحك الثومه وغادي نرجع معاكم باش ما نطولش الفيديو اختي انا بديت تنبكي شفتو مع دموع على صحبا شوفو ماما شوية الزيت غندير شوية الزيت صافي غنحطو يتشحر غادي ندوزو نوجدو اختي مطيشة وداكشي غادي ندوزو غندير لا لي قامي لا والو تنديرو معاها مطيشة وكلشي عرفتو شكون بحالي غنقولي انا بعدا مدمنة على هاد الطاجين زعما ماشي حيت شاركت معاكي حيت مكتعرفوش الاولى ولكن انا الادمان مهم اختي الزيت غادي نسيت على دهنياتي هاكا اصلاح المهم غادي ندير هاد النقيطات اختي تاع الزيت المهم ديروا ريحه الزيت ماشي الزيت صافي وغندير مليحه دابا الصفره درت القزبر والمعدنوس وهذا هنا دابا انا تندوي تنشوف فيكم نمشي مقفره وما عنديش الطوق صدقوا ما واكلش عرفتي البنات طاحت لي اختي هادي طاحت لي ديال الخرقوم تهرسات اختي تفقست عرفتو ولات فيا واحد القاعدة تنكون شادة الحاجة تمشي ليا من يدي كنكون شادة كتمشي ليا من يدي ما عرفتش اختي بزاف المهم انا الكفتة راه ما كنديرش فيها القمي يعني حتى كندير في الطاجي عاد كنبدا نهز اختي من سميتو من هذا هاي شفتو خرقوم بقى واحد شوية درتو في هادو صراحة هاد القريعات عزازين عليا تندير فيهم شي حاجة لي مميزة منخليهمش لي قامة صافي وعاد درت اختي درت هنايا ايوا صافي دابا غادي ندوز اختي غادي راه بقى محطيتش ديك البصله وداكشي تحرو وكنسمع التصوير وهذا غادي فهمتو غادي ندير كلشي حتى شنو في ندير كلشي المهم نغسلها ونخلط داكشي اختي شوفوا هادي اختي طلعنا هاد البوطاجي تهربوا اختي تهربوا دابا اختي غادي نخلطوا هادشي غادي ندوز غنحط هداك الشيء ونطيب داك الشيء حتى هو كيتشحر غادي نزيدو دابا مطيشة غادي نشلل واحد شويه الماء داك الفانيا المهم من بعد ما حطيت هذا
هانتوما علاش قلت لكم ما كنديرش الكفته فيها الاقامه، صافي كنبدا نقلبها هكا حتى تطيب. صافي من بعد ما غيطيب غندير عليه اختي البيض، وها هو طاجيننا ضربوا طبع. المهم اختي الروينه ديال البطاجي، هانتوما راه البيضه بقات تتسنى نغسلو. اختي تنخاف من البيضه اللي تكون خامله، تندير الصراحه غير بيضه واحده وجهه كبيره ماشي صغيره. صافي كندير بيضه واحده صافي وغادي نخلطها، وديك الساعه اختي نصب منها غيطيب. اختي ساليت 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 ثلاث مواعين، شوفوا يدي الحين ثلاث مواعين اختي، وهذا هو الطويجين ديالنا. ما عرفتش شوف التليفون ما تيعطيش الحق في التصوير وحق حاجه. انا عندي اختي هادي شوفوا الادمان، انا مدمنه على هاد الوصفه هادي مدمنه اختي، وغادي نوريكم اختي لافابو. انت اختي شوفي دوك المواعين كل مجمعه تما، شوفي خليت كلشي كلشي نقي باش نمشي هانيه. نتمنى اختي يعجبكم الفيديو ديالي اختي، داكشي راه بسيط بسيط بسيط. المهم شاركت معاكم روتيني مع المرض والمنزله وهادشي، الواحد ينوض ما يبقاش يدير. عرفتوا بهاد المرض تيطلق ليا الحق وتيطلق ليا اللسان والنيف وكلشي. دابا دابا مع الليل كنبدا نتزير اكثر، هي ملي كنسخن تحت الفراش كنبدا نتزير من ستري وكلشي. المهم نتمنى يعجبكم هاد لا فيديو، خليكم في امان الله.